خليني هنا اروح لاستاذ علاء عز، امين عام اتحاد الغرف التجاريه. اهلا بيك علاء بيه. اهلا بيك يا باشا، ازاي الصحه؟ طيب والصحه والسلامه يا فندم. بخير ربنا يخليك يا رب. كنا بنتكلم على مساله تراجع سعر الرز، تمام؟ تمام. هو اللي انا فهمته دلوقتي من استاذ رجب انه سعر الرز تراجع 10 جنيه في المضرب، كان ب 36 نزل بقى 26، ده معناه انه يوصل للمستهلك بكام؟ لا حضرتك ده على حسب، اولا بنتكلم على الرز، الرز عندك كسر بدءا من اقل من 1% ل 2% ل 5% ل 10%. ماشي. وكل واحد من دول ليه سعر. طبعا. انا حاليا عندي رز نزل في السوق بخصم اكتر من 23%، ثمنه حاليا 26 جنيه 95 قرش، يعني تقريبا 27 جنيه. في السوق. ده موجود حاليا في الاسواق في السلاسل التجاريه. ده اللي هو انهي درجه فيهم؟ ده اللي هو حوالي 5% كسر. ده 5%، ماشي. وبعد كده السعر بيرتفع على حسب نسبه الكسر، هو احد اسباب الرئيسيه لانخفاض سعر الرز هو انخفاض سعر الدقيق. اوكي. الدقيق نزل حوالي 2000 جنيه، احنا رجعنا في اسعار الجمله تقريبا للسلع المستورده الاساسيه لاسعار فبراير يناير وفبراير 2023، يعني رجعنا اكتر من سنه وشويه. ماشي كويس. انخفاض سعر الدقيق ده تسبب في انخفاض حاد في سعر المكرونه، وصلنا لحوالي 30%. حلو. وبالتالي المكرونه لما سعرها بتنزل اوتوماتيكلي بينزل قصادها الرز، بتشده معاها. وده يمكن اليات السوق اللي احنا بنحارب اننا نستمر فيها. انا حاليا بنشاهد انخفاضات اسبوعيه في اسعار الجمله، وبتسمع لي في اسعار التجزئه بعدها باسبوع او اسبوعين. يعني يمكن توجيهات فخامة الرئيس كان اتعمل اجتماع لدوله رئيس الوزراء ووزير التموين ومعالي وزير التجاره والصناعه مع اتحاد الغرف واتحاد الصناعات. ماشي. كان الهدف من هذه الاجتماعات هو التعجيل بخفض الاسعار. ودي تمت بآليه، يمكن اللي اشتغلنا عليه كان السلاسل التجاريه كمرحله اولى، لان عدد محدود تقدر تتوافق معاهم. طبعا. عندهم قدره ماليه ان هو لو حتى عنده سلع بسعر القديم بالتكلفه العاليه يقدر ان هو يحمل فرق هذه التكلفه على فتره 6 أشهر، وبالتالي قدر ان هو يعمل خفض فوري في الاسعار. نفس القصه تم التوافق مع كبار المنتجين، حركه كل سلعه في حوالي 5 6 7 اللي يشكلوا 60 70% من السوق، بنسميهم قاده السوق، دول قعدنا معاهم توافقنا يعملوا نفس القصه خفض فوري للاسعار. قدرنا نوصل قبل اجازه العيد في خصومات تجاوزت من 15 ل 20% واكثر من ذلك في الزيوت تجاوزنا 30%. حاليا الانخفاض ما زال مستمر. ان شاء الله على نهايه الاسبوع نكون وصلنا لخصومات تتجاوز ال 30% في كافه السلع الاساسيه. طيب اذا انه السعر بتاع الرز 5% كسر، احنا قلنا 26 للمستهلك، صح؟ 26 25 عشان تقريبا 27. يعني 27. طيب ده بقى معبأ ولا سايب؟ ده المعبأ يا فندم. ده معبأ. يوصل لحد 1% كسر سعر الكيلو كام؟ ثانية واحدة يا فندم، عندك بنتجاوز بقى هذه الأرقام بنوصل لحوالي تقريبا من 30 ل 35 على حسب نوع نسبة الجودة والماركة بتاعتك. لأن هناك زبون بيشتري ماركة معينة، مش عاوز أقول أسامي ماركات. طبعا في ماركة مشهورة يعني كل الناس بتروح عليها. ليها السعر بتاعها وبالتالي بيبقى سعرها اعلى، ودي بتعتمد ايضا على جوده التعبئه، ان بيبقى البلاستيك المستخدم بجوده اعلى كثيرا. صحيح. اسلوب الطباعه دي ليها زبونها، انما اللي احنا بنتكلم عليه واللي بنسعى اليه هو المواطن البسيط اللي يهمه ارخص سعر لكافه السلع. طيب ده كلام محترم. الكيس اللي هيفتحه هيرمي الكيس، فمش فارق معاه ان الكيس يبقى هيعيش 3 سنين ولا هيعيش سنه. حلو جدا. هل متوقع انه السعر يستمر في منحنى الهبوط ولا هيستقر عن كده، ولا لا قدر الله ممكن يزيد تاني؟ لا حضرتك هيبتدي يستمر في الهبوط. احنا يمكن الرز سلعه محليه، ولكن للاسف حتى المحلي ارتبط بالدولار، لما الدولار طلع المحلي طلع معاه. اه. لما الدولار نزل ابتدى المحلي ينزل، بنفس النسب. حلو. الحاجة يمكن الأساسية، يعني حضرتك أنا اللي يهمني إن أنا كان عندي وصلت مثلا في الزيوت ل 82 ألف ل 97 ألف، النهاردة نزلت للخمسينات.
احنا بنتكلم على انخفاض تجاوز ال 40% في اسعار الجمله قبل التعبئه. صح. في الدقيق نفس القصه، احنا كنا وصلنا لتقريبا 24000 النهارده 16000، فانت بتتكلم على نزول قوي جدا في السلع الاساسيه دي. اوتوماتيكلي بتشد لي السوق كله الى اسفل. طيب هنا يجي بقى سؤال، اذا كان الدقيق هو المؤثر الرئيسي على الانخفاض بتاع الاسعار زي ما حضرتك شرحت لنا، طن الدقيق بيقل يبقى طن المكرونه يقل او احد العوامل المهمه فادى الى هبوط في سعر الرز، هل ده برضو بينعكس على سعر سلع اخرى زي الفول والعدس؟ الفول والعدس نزلوا زيهم زي دي، احنا بنتكلم على كافه السلع المستورده حصل هبوط حاد في كافه السلع، رجعت الاسعار فبراير 2013 اوكي 2023 اسف 23 لا لو رجعنا ل 13 يبقى انخفضت. فلو في سلعه سعرها ما زال كان مرتفع اليات السوق بتجبرها ان هي تنزل، اللي بيأخر لي النزول بعض الاحيان ان البقال الصغير ده بيشتري مش بياخد سلعه بالاجل، وبالتالي السلعه القابله للتخزين هو عنده رصيد منها بالسعر القديم وما عندوش الاليه ولا اقدر اوصل للمليون ونص تاجر صغير ان هو يقدر ان هو يقسم فرق التكلفه، يعني يدمج ما بين الجديد اللي جاب سعر صعب عليه ويخلص القديم يخش في الجديد صعب عليه. ولكن نزول الاسعار سواء في السلاسل التجاريه سواء في المنافذ الرسميه سواء اهل رمضان اللي ما زالت مستمره في محافظات كثيره، منافذ وزاره الداخليه، وزاره الدفاع، وزاره الزراعه، وزاره التموين، طبعا كل هذه المنافذ بتجبر البقال اللي جنبها ان هو يا اما يقص من هامش ربحه يا اما ان هو يضطر يدمج ما بين القديم والجديد. صح صح. انا بشكرك جدا 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 علاء بيه، واللهم يعني نستكمل منحنى الهبوط في الاسعار. بشكرك جدا استاذ علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجاريه.